السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع سهل جدا وبسيط لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي، سهل جدا وجميل وفي منتهى الشياكة والروعة. هنستخدم فيه أكتر من غرزة، بستخدم غرزة الحشو، بستخدم غرزة البوب كورن اللي هي الفشارة، بستخدم غرزة الجراني، يعني حاجة كده إيه فيها ميكس من مجموعة غرز، بس سهلة جدا وبسيطة وأتمنى يا رب إن هي تعجبكم. المربع بتاعي النهارده في بدايته بيكون عباره عن دائره مكونه طبعا من غرز الحشو، بعد منها بيكون غرز البوب كورن، يعني دائره جميله جدا او قرص مكون من غرز البوب كورن، وبعد كده بدخل غرز الجيراني وبكمل المربع بتاعي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك وهشتغل بلونين مع ابره رقم 3.5 مليمتر. في البدايه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي نشتغل مجموعة من السلاسل، أربع سلاسل. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على هوا بالشكل ده، بدخل داخل الحلقة بتاعتي ألف الخيط وأخرج، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان أبتدي أكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها بسم الله كده، 1 2 3 4. بعد ما خلصت الأربع سلاسل بروح لأول سلسلة احنا اشتغلناها وبدخل فيها وألف الخيط وأخرج منها ومن الحلقة كمان اللي عندي على الإبرة وبعمل غرزة منزلقة. طيب في البداية المفروض ان انا بشتغل 8 غرز حشو داخل 4 سلاسل دول. طيب عشان نشتغل غرزة الحشو لازم نرتفع الارتفاع بتاعها، هو ارتفاع غرزة الحشو عبارة عن سلسلة واحدة بس، يبقى كده سلسلة ودي بتكون ارتفاع غرزة الحشو. هدخل داخل السنتر بتاع الدائرة او مركز الدائرة بتاعي ومعايا كمان طرف الخيط بتاع البداية عشان نخفيه معانا، بلف الخيط وبخرج معايا كده حلقتين، هلف خيط واخرج منهم، بكده بكون عملت غرزة حشو سنجل كروشيه. تاني بكرر غرزة الحشو بيكون ازاي، بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي الف الخيط واخرج معايا حلقتين، بلف خيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. طيب بالشكل ده ايه، فضلك بليز بعدي شوية، عندنا كده 2 حشو، نكمل 3 4 5 6 7 8. بعد ما خلصت 8 غرز حشو بتوعي زي ما احنا شايفين بنشتغل ايه يا بنات، بدخل بقى في حرف الفي الاول غرزة عندي اهو وبعمل غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. طيب في السطر التاني انا برتفع بقى، ببتدي اشتغل فوق كل غرزة حشو تقابلني هشتغل غرزة بوب كورن واحدة، وبعد كل غرزة بوب كورن باخد سلسلتين مسافة. طيب عشان اشتغل بقى غرزة البوب كورن لازم ارتفع ارتفاعها، وهي طبعا بتكون بارتفاع غرزة العمود بلفة، يعني 3 سلاسل، 1 2 3. هعتبر العمود دوت او ال3 سلاسل دول اول عمود بلفة موجودة عندي في غرزة البوب كورن. طيب غرزة البوب كورن بنشتغلها ازاي، بنشتغل 5 غرزة عمود بلفة وفي النهاية بنسحبهم بطريقة معينة هنشوفها مع بعض دلوقتي. اشتغلنا اول عمود هروح نشتغل تاني عمود. طيب ازاي بشتغل غرزة العمود بلفة، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى على الحلقة لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بيكون معانا حلقتين في نفس الفراغ اللي انا طبعا ارتفعت من عنده، هدخل هلف الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يبقى كده معايا 2 عمود. بكمل الف الخيط على الابرة، بدخل في نفس الفراغ هلف الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 2، اتبقوا 2، بلف الخيط واخرج من 2، يبقى كده معايا 1 2 3 4 في نفس الفراغ، 5 في نفس الفراغ. طيب خلصنا كده 5 غرز زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 5. بسحب الحلقة بتاعتي لفوق وبخرج الابرة بتاعتي زي ما احنا شايفين، انا عندي وش الشغل قدام عينينا كده صح. طيب لما بحب بقى اسحب، هنشوف دلوقتي ممكن نسحب من قدام وممكن نسحب من ورا. طيب امتى اسحب من قدام وامتى اسحب من ورا، انا دلوقتي عايزة وش الشغل عندي هنا، هدخل من ظهر الشغل في ثالث سلسلة ارتفاع، 1 2 3 هنا اهو، لو انا عايزة وش الشغل الناحية التانية هدخل من الخلف واسحب الحلقة دي بالشكل ده هنا من تحت الحلقة بتاعتي اللي هي اللي احنا دخلنا فيه. طيب انا عايزة وش الشغل بقى ليا انا لوشي، يبقى لو عايزاه لورا بسحب من ورا، طيب انا عايزاها دلوقتي قدام، نرفع الحلقة بتاعتي هاجي بقى من قدام، يبقى لو عايزين الجزء البارز من الخلف بسحب من الخلف،
لو عاوزين الجزء البارز بتاعي من الامام بسحب من الامام. طيب عندي واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها، ومن الخلف هحط الحلقة بتاعتي على الابرة واسحبها من تحت ايه السلسلة اللي احنا دخلناها بالشكل ده، اصبح الشكل البارز عندي لقدام. يبقى يا بنات لو حبيت دايما طبعا اسحب وش الغرزة بتاعتي في البوب كورن بالذات، لو عايزة وش البارز ليا هنا بسحب من قدام. طيب لو عايزاه لورا، بصوا انا ورا دلوقتي عندي الغرزة بتاعتي ايه مفرغة زي ما احنا شايفين. طيب لو عايزاها بقى من الخلف، احنا شفنا بنسحبها من الخلف ازاي. بعد كده بقفل بسلسلة وباخد سلسلتين مسافة. السلسلة اللي فوق دي بتاعت غرزة البوب كورن، بعد كده واحد اتنين هروح للفراغ اللي بعده واشتغل غرزة بوب كورن تانية، اهي حرف الفي تاني فيها خمسة عمود بلفة كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد الخمسة برفع الحلقة بتاعتي لفوق، واتفقنا مع بعض عايزة الوش البارز من الخلف اسحبي ادخلي هنا من الخلف، عايزة الوش البارز من الامام ادخلي من الامام. طيب انا عندي هنا بقى عمود بلفة كامل، احنا زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده اهو، بدخل من الامام تحت حرف الفي بقى كامل، لان انا هنا مش سلسلة، الاول كنا سحبنا من سلسلة، دلوقتي عندي الفراغ اللي تحت حرف الفي اللي فوق العمود الاول نفسه، بدخل فيه وبخلي الحلقة بتاعتي اللي احنا سبناها على الابرة من الخلف وبسحبها من تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين، هلف الخيط واعمل سلسلة، وبعد كده هاخد سلسلتين مسافة واحد اتنين، وهكذا بكرر فوق كل غرزة من الغرز بتاعتي. احنا كده اشتغلنا اتنين، فاضل لنا ستة، هشتغل بقى ستة كمان من غرز البوب كورن وارجع لكم. ما تنسوش ان بعد كل غرزة بوب كورن في سلسلتين مسافة. رجعت لكم تاني بالشكل ده، اشتغلت فوق كل غرزة بتقابلني من التمانية، تمانية غرزة بوب كورن. طيب بعد ما اشتغلنا التمانية غرزة بوب كورن وبعد كل غرزة منهم سلسلتين، هاجي بقى فوق غرزة البوب كورن الاولى، بدخل تحت حرف الفي كامل وبقفل بغرزة منزلق. طيب السطر التاني هيكون عبارة عن ايه؟ برتفع فوق غرزة البوب كورن وبشتغل غرزة بوب كورن زيها بالظبط، واحد اتنين تلاتة، وهكمل كمان اربعة عمود بلفة في نفس الفراغ كده، اتنين تلاتة اربعة كده، عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. برفع الحلقة بتاعتي لفوق وباجي عند اول سلسلة من الاعلى، يعني تالت سلسلة ارتفاع، بدخل وبسحب الحلقة بتاعتي بالشكل ده، وبرتفع بعدها سلسلة بقى في غرزة الكورن وسلسلة بس مسافة. يعني تحت كنا بناخد تلات سلاسل، سلسلة بقفل بيها وسلسلتين مسافة، لكن هنا بقفل بواحدة وباخد سلسلة واحدة بس مسافة. طيب هروح اشتغل فين؟ شايفين السلسلتين، هشتغل فوقهم غرزة بوب كورن تاني. يبقى فوق غرزة البوب كورن بشتغل غرزة وبعديها سلسلة، وفوق السلسلتين بشتغل غرزة وبعديها سلسلة كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. برفع الحلقة بتاعتي بالشكل ده، ومن الامام بدخل تحت حرف الفي الاول غرزة، وبحط الحلقة بتاعتي على الابرة من الخلف بالشكل ده اهو، من وراها بسحبها زي ما احنا شايفين، سلسلة بقفل بيها البوب كورن واخد سلسلة مسافة. هروح فين؟ هشتغل فوق غرزة البوب كورن غرزة، وفوق السلسلتين غرزة، وبعد كل غرزة بشتغلها باخد سلسلة مسافة وسلسلة بقفل بيها، يعني باخد سلسلتين. هكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت 16 غرزة بوب كورن زي ما احنا شايفين، لان هي بتكون ضعف طبعا العدد اللي تحت. بروح بعد ما اخدت سلسلتين فوق اول غرزة بوب كورن عندي، واقفل بغرزة منزلق بالشكل ده. طيب في المرحلة دي هنبتدي نغير اللون بتاعنا، هنروح بقى هنا دلوقتي هجيب اللون الجديد، بقفله عقدة بداية، هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده. انا محتاجة دلوقتي اشتغل فين؟ محتاجة اشتغل تحت السلاسل، يعني همشي بمنزلق لغاية السلسلة اللي جاية، وهحط معايا كمان على الابرة طرفين الخيط اللي انا مش محتاجاهم خلاص،
والف الخيط واخرج، واخرج من الحلقه اللي عندي على الابره. طيب في المكان اللي انا واقفه فيه دوت المفروض ان انا هشتغل 3 غرزه عمود بلفه، يعني غرزه جراني واحده. هرتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسله، وهعتبرهم اول غرزه عمود بلفه موجودين عندي في الفراغ اللي فوق السلسله دي. طيب هشتغل ايه تاني؟ هشتغل كمان 2 عمود بلفه كده، 1 2. هسيب غرزة البوب كورن اللي بعدها واروح فوق السلسلة، يعني بسيب دي واروح فوق السلسلة واشتغل 3 غرزة عمود بلفة من فوق. خدت سلاسل، ما اخدت السلاسل من فوق بروح على طول مباشرة بعد العمود الثالث، بروح اشتغل اول عمود في الفراغ اللي هو طبعا ايه بعده، بعد ما بنسيب من تحت فراغ كده، 1 2 3 زي ما احنا شايفين. تاني هروح للفراغ اللي بعده، هشتغل هنا بقى زاوية. المفروض طبعا في الفراغ دوت اشتغل كمان 3 عمود بلفة، بس دوت هعمله لما ارجع في نهاية الراوند خالص. طيب الفراغ اللي جاي بسيب بقى غرزة البوب كورن الفراغ اللي فوقيها، بروح للسلسلة بشتغل ايه؟ بشتغل 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ من فوق. ما بناخدش مسافات يا بنات، بروح بسيب البوب كورن وبروح للسلسلة، 1 عمود 2 3 3 سلسلة، 1 2 3 تاني في نفس الفراغ هو هو كمان 3 عمود، 1 2 3 كده كوننا زاوية زي ما احنا شايفين. بعد كده هروح فين؟ بسيب غرزة البوب كورن وبروح للسلسلة اللي بعدها واشتغل 3 عمود، 1 2 3 هنروح يبقى كده فراغ ده واشتغلت فيه 3 عمود، والفراغ اللي هو في السلسلة بسيب البوب كورن واروح للي بعدها 3 عمود، 1 2 3 ده تاني فراغ بشتغل فيه 3 عمود، تالت فراغ بشتغل فيه 3 عمود كده، 1 2 3 اصبح كده معايا الزاوية وتلاتة فراغات اشتغلت فيهم 3 عمود. طيب بنسيب دايما غرزة البوب كورن، بروح اشتغل بقى في الفراغ رقم 4، يعني هنا عندي الزاوية فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. بعد منها اشتغلت كده 1 2 3 مرات، في كل فراغ بيقابلني فوق سلسلة بشتغل 3 عمود. هنا بقى في الفراغ رقم 4 بشتغل زاوية تانية مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، 1 2 3 تاني في نفس الفراغ، 1 2 3 واشتغل 3 عمود بلفة كمان في نفس الفراغ، 1 2 3 اصبح كده عندي الزاوية التانية يا بنات زي ما احنا شايفين. خلاص كده ببتدي اكون المربع بتاعي، وبنفس الطريقة بكرر فوق الفراغ ده بشتغل 3 عمود، والفراغ ده 3 عمود، والفراغ ده 3 عمود، يبقى 3 فراغات بشتغل فيهم 3 عمود، والفراغ الرابع بشتغل فيه زاوية بالظبط، يعني 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ، وبكرر نفس الخطوات لغاية ما بوصل الى نهاية راوند. واعتقد طبعا ان شكل المربع بتاعي وشكل المفرش بتاعي واضح قد ايه مفرش 3D بارز جميل جدا في منتهى الجمال والروعة والسهولة. بكمل بنفس الطريقة وهرجع له. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده في نهايه الراوند كده كوننا خلاص الاربع زوايا واشتغلنا ايه الراوند بتاعنا كله. في نهايه الراوند احنا ايه زي ما اتفقنا مع بعض، ما بين كل زاويه وزاويه في 3 فراغات بشتغل فيهم 3 عمود بلفه. في البدايه احنا اشتغلنا مربعين اللي هي يعتبر بس ايه فراغين زي ما احنا شايفين، يبقى فاضل لنا الثالث بشتغله في نهايه الراوند بعد ما خلصت الزاويه ايه الاخيره كده، 1 2 3 في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلق. انا عندي هنا دي رقم 3 اهي،
طيب مفروض ان انا في السطر اللي جاي برتفع بشتغل عمود بلفه على كل فراغ يقابلني، ولما بوصل للزاويه بشتغل عمودين ثلاث سلاسل عمودين، يبقى هرتفع فوق الثلاث سلاسل اللي انا واقفه فيهم ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، وبعتبرهم عمود بلفه فوق العمود الاول تحت. هيتبقى لي بعد كده بقى هي الاعمده دي كلها، فوق كل عمود هشتغل عمود بلفه زيه. يبقى كده ده العمود اللي بعده عمود بلفه فوقيه، واللي بعده عمود وعمود فوق كل فراغ يقابلني لغايه ما بوصل الى الزاويه. كده بنكون وصلنا لاخر عمود بالشكل ده. وطبعا في نهاية الراوند بعد ما هخلص الزاوية هشتغل فوق كل عمود من الاعمدة دي عمود بلفة زيه، وبقفل في ثالث سلسلة من الارتفاع بغرزة منزلقة. طيب كده اشتغلنا عمود فوق كل عمود بيقابلنا زي ما احنا شايفين. قابلتني ثلاث سلاسل بتوع الزاوية، هشتغل فوقيها اتنين عمود، ثلاثة سلسلة اتنين عمود كده، واحد تاني في نفس الفراغ اتنين عمود وتلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهروح تاني في نفس الفراغ هو هو اشتغل كمان اتنين عمود، واحد اتنين، هرجع هيقابلني زي ما احنا شايفين بالشكل دوت الاعمدة دي. كل عدد الاعمدة بتاعتي نعدهم مع بعض، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر عمود بلفة، بشتغل فوقيهم خمستاشر عمود بلفة زي دي بالظبط، زي الاعمدة دي بالظبط. ولما باجي عند الزاوية بشتغل عمودين ثلاث سلاسل عمودين، وهكذا بمشي لغاية نهاية الراوند. بعد طبعا ما بخلص الزاوية الاخيرة فيها عمودين ثلاث سلاسل عمودين، بشتغل بقية الاعمدة اللي باقيالي من المجموعة الاولى دي، اللي هي طبعا الجانب دوت من المربع بتاعي. هكمل السطر دوت بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني وكده في نهاية الراوند، ونبتدي نشتغل السطر الجديد مع بعض. طيب السطر الجديد عبارة عن ايه؟ كله غرز حشو، مفهوش اي حاجة خالص. في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة، وببتدي ارتفع سلسلة واحدة بس، وفي نفس الفراغ بشتغل غرزة حشو، او برتفع سلسلتين وبشتغلش في اول فراغ خالص، لاني بعتبر السلسلتين هما بمثابة غرزة حشو. بعد كده بدخل في الفراغ اللي بعده، خلاص في كل فراغ يقابلني بشغل غرزة حشو. بنشغل ازاي غرزة الحشو؟ طبعا شغلناها في بداية الراوند وعرفنا ازاي، ان بيكون معايا حلقة بدخل فراغي الف الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منه. فوق كل غرزة بتقابلني بشغل غرزة حشو، يعني وان سنجل كروشيه فوق كل فراغ لغاية ما بوصل الى الزاوية. بالشكل ده. طيب هنا فوق الاعمده اشتغلنا فوق كل غرزه غرزه زيها، عندي هنا ثلاث سلاسل، هشتغل بقى فوق الثلاث سلاسل دول اربعه غرزه حشو كده، واحد اتنين تلاته اربعه. ليه اشتغلت اربعه؟ عشان تديني دوران بتاع طبعا ايه الزاويه بتاعتي. وفوق كل غرزه خلاص بتقابلني بشغل غرزه حشو زيها زي ما احنا شايفين، لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند. وفي نهاية الراوند خالص مفروض ان انا بقفل بغرزة منزلقة فوق اخر اول غرزة عندي، اللي هي طبعا تحت حرف الفي ليها، بقفل بغرزة منزلقة. طبعا احنا شفنا ازاي غرزة المنزلقة بنعمل، لاني بدخل فراغ بسحب الخيط وبخرج منه ومن الحلقة كمان اللي عندي على الابرة، وبيكون ده طبعا شكل المربع بتاعي. وبتبتدي بعد كده تشبكي مجموعة المربعات اللي انت بتعمليها، ممكن تستخدمي لونين وممكن تعملي كل مربع بلون، وتعملي يعني مجموعة الوان متناسقة مع بعضها، وبتبتدي تشبكيهم سواء بابرة الخياطة او بان انت بتشبكي بطريقة غرزة المنزلقة او غرزة الحشو او بطريقة الجراني او باكتر من طريقة. شرحت منهم كذا طريقة، وان شاء الله هنشرح مع بعض اكتر من طريقة لتشبيك المربعات. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة ينول اعجابكم ويكون سهل وبسيط. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.